اعلنت الغاء العرض الخاص لفيلم الخميس الجاي، وده مش قراري انا لوحدي، ده قرار الشركه المنتجه طبعا تضامنا مع اللي حصل مع ضحايا واسرى اللي بيحصل في غزه. ده برضو يعني ما ينفعش نشوف مع اي يعني نماذج احتفاليه. لكن انا الدوره دي الدوره الخامسه لمهرجان القاهره الدولي للمسرح الجامعي، وانا شرفت ان انا معاهم في المهرجان الدوره دي كمدير فني للمهرجان. فحصلت قبل كده 4 دورات كانت ناجحه جدا وكان ليها اثر وصدى دولي كبير. فالمهرجان ده طبعا بيتم التجهيز ليه من اكتر من شهور، وهو مدعو ليه افواج رسميه دوليه كتيره، ففكره انه يتلغي في اخر لحظه دي ما كانش تنفع. يعني اللي حصل في اي مهرجان تاني اعتقد ده بسبب ان هو كان لسه قدامه وقت على ما يتعمل، فكان ممكن. لكن انت ما تجيش قبلها بيوم من الافتتاح وتفكروا في حاجه زي كده، لان دي ناس وجت وبلاد وحجزت ومواعيد وعروض. لكن نقدر نقوله ان احنا ماشيين بارلل بالتوازي مع القضيه، بان النهارده مثلا عرض الافتتاح كله كان قايم على الموضوع ده. كلمه استاذ سوري مرشدي كلها اتكلمت في الموضوع ده، حتى العرض التحيه كنا المفروض هنعمل عرض فرقه رضا، هي المفروض تقدم العرض، لكن تضامنا مع اللي حصل لغينا فكره فرقه رضا ان يبقى عرض ترفيهي وخليناه عرض خاص بغزه والقضيه الفلسطينيه. شفت ده بعيني كلها دموع، انا يوميا مش بعرف انام من اللي بشوفه ومن الفيديوهات اللي بتاثر فيها بسبب اللي بيحصل. ده شيء غير طبيعي وغير انساني وغير ادمي، ويعني حتى في الحروب ما يبقاش فيها كده، لكن هم عدوا مرحله الحروب وبقى في شر مطلق يعني، فمحتاجين وقفه انسانيه عشان الناس تشوف ايه اللي بيحصل ده. ايه الرساله اللي حضرتك برضه ممكن تقدمها لاهل غزه؟ اقول لهم ان هم مكتوب عليهم الكفاح من سنين طويلة، والقضية دي بتتورثها جيل ورا جيل، بس في الآخر مصر طول عمرها هي الداعم الأول والرئيسي للقضية دي، حتى لو كل الناس تخلت هتفضل مصر هي اللي وراهم. يعني هجوم على القوانين بشكل مبالغ فيه، برغم إن محمد صلاح طلع بيتكلم عن القضية إلا برضه اللي كان في هجوم عليه، شايف ده إزاي برضه؟ معرفش هاجموا صلاح ليه، أنا ماله صلاح يهاجموا لي؟ الراجل ملوش علاقة بالسياسة، بيلعب كورة ورفع اسم مصر وشاطر في اللي بيعمله. لكن أما أجي أقارنه باسم يوسف، باسم يوسف ده راجل سياسي أصلا، مذيع سياسي ومفوه، يعني عارف بيقول ايه، ولو سيبته المايك ساعه هيفضل يتكلم. ففكره المقارنه مش مع صلاح ابدا يعني، لا انا شايف ان صلاح بسبب الضغط طلع قال بيان عشان يقول انا ماليش دعوه من الاخر، بس هو ترجمه على هيئه ان كل ارواح مقدسه، لان هو مش عايز يبقى الشريك في طرف في حاجه، يعني هو بيلعب في نادي دولي. يعني محمد رمضان برضه اتكلم وقال ان احنا هنحارب بالاسلحه واحنا عندنا الاسلحه هنا، ليه ان احنا نتكلم بلغات مختلفه ونتحدث بلغات العالم؟ كل واحد حر يقول رايه زي ما هو شايف. انا بقى اعقب على رايه ده، ده اللي مش حر، ده مش صح. يعني هو حر رمضان يقول اللي هو عايزه، حد يرد عليه، فلان يتكلم، ده كل واحد حر. انا اطلع اتكلم، حد يجي طلع علق عليا يعني. فانا شايف ان في الاخر هي حريه شخصيه، كل واحد بيحب يشارك رايه بالشكل اللي يريحه يعني.